عن علامات الرقي والتحضر لأي شعب من شعوب الدنيا هو الاهتمام بكبار السن، والحقيقة كمان أنه في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بهذا القطاع المهم في حياتنا، كبار السن والمسنين، اهتمام بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية اللي بتقدم ليهم، تيسيرات كمان بنشوفها في كافة مؤسسات ومصالح الدولة الحكومية اللي بتخصص مثلا شباك لتسهيل المعاملات الخاصة بيهم والخدمات اللي محتاجينها. عشان كده كان في اجتماع مهم جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض فيه رؤية الدولة في حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وتوفير سبل الحياة ليهم بكرامة. صدر التوجيهات من الرئيس السيسي بتعزيز الاهتمام بالبرامج الخاصة برعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج، كمان وضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لكبار السن. شؤون كبار السن على رأس أجندة اهتمام القيادة السياسية، السيد الرئيس وجه بتخصيص مبلغ حوالي 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن. الصندوق ده هيتم إنشاؤه بمجرد إقرار البرلمان المصري لقانون حقوق المسنين اللي بيستهدف بشكل مباشر تحقيق نقلة كبيرة جدا في رعاية هذه الفئة كبار السن في المجتمع. الحقيقة الخدمات اللي بتقدم لكبار السن في عمل على تطويرها في مختلف الأماكن، ومنها بالتحديد دور الرعاية اللي تم تطويرها بشكل كبير. كمان تم افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين ووحدات للعلاج الطبيعي الخاصة بهم، ده غير طبعا الاهتمام بمنح معاش ضماني لكبار السن اللي ما عندهمش مصدر دخل أو معاش تأمين. الحقيقة هيكون النهاردة عندنا فقرة خاصة عن دور الدولة في رعاية المسنين وأهم الخدمات اللي بيتم توفرها لضمان حياة كريمة لهم. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.